أساسيات في شنطة الهايكينج قبل ما تطلع الرحلة بتاعتك. أول حاجة بيبقى معانا دايماً فلاش لايت، مهمة مش بس لو هنمشي بالليل بس also لو في أي emergency. تاني حاجة إن لو في أي فرصة إن يكون في مطر يبقى معانا rain cover أو حاجة تحمينا من المطرة، إذا كان الشنطة أو جاكيت. جاكيت علشان لو محتاج تدفى. طاقية أهم حاجة. بيبقى برضو معانا سناكس موجودة و electrolytes، دي بتبقى مهمة جدا علشان احنا بنفقد معادن كتير قوي واحنا بنهايك، فمحتاجين ان احنا نزودها، المياه مش بتبقى كفاية. واخر حاجة reservoir بنحط فيه ميتنا واحنا ماشيين بنهايك. بس